الحجر الصحي انتهى، الحالات تراجعت والوباء قل، لكن لماذا تستمر الحكومة في تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب؟ رغم انخفاض مؤشر انتشار وباء كوفيد-19 تستمر الحكومة المغربية في تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب تحسبا لأي طارئ وبائي في المستقبل القريب، وهو قرار قانوني قابل للتمديد لمدة شهر إضافي مع تخفيف تدابير الحجر الصحي، ويسمح بموجب حالة الطوارئ الصحية هذه القيام بمجموعة من التدابير الاستثنائية ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي من قبيل إغلاق الحدود بشكل كلي أو أمام بلد يشكل بؤرة لانتشار الوباء، كالقرار الأخير الذي أغلقت بموجبه الحدود أمام الوافدين من الصين بعد ظهور متحور جديد بأراضيها، إضافة إلى إجراءات تقييد التنقل الداخلي أو الدعم المباشر المقدم من طرف الدولة. المهم، أنت ما رأيك في قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب؟